Mmm <mimitation> اسمح لي شيخ. السالفة آه <applause> <صحيح> <applause> بعد؟ ها بعد ايش فيه؟ توقعتك أطول طلعت قصير. يا أطول بركب فوق يعني أنت أطول مني صدق بس مو بعيب يعني ما شوف عيب شيخ. لا أبداً ما فيها شيء. هذه ذكرتني بقصة حلوة أن الإنسان دائماً لازم ينظر للشيء الأجمل ويبرزه ما ينظر لشيء يراه عيب. أو قصور في الشخص. آه القصة تقول كان هناك ملك اعور واعرج ايضا. ففي يوم من الايام نادى الوزير وامر باحضار جميع الرسامين اللي عنده في المملكه. وقال لهم ابيكم ترسمون لي صوره حلوه ما تبرزون العور والعرج اللي عندي، واللي بيبرز العيب هذا بعدمه. فالرسامين خافوا كلهم. قالوا اذا رسمناه على حقيقته بيعدمنا. وإذا ما رسمناه مشكلة بعد. فهني كان في واحد من الرسامين ذكي جدا. فقال أنا برسمه. وراح ورسم له صورة جميلة جدا ما غير فيها ولا كذب وظهر العور والعرج اللي عند الملك بس بصورة جميلة جدا. رسم الملك على هيئة صياد وطبيعي أن الصياد لما ينيشن على الفريسه شو يسوي يغمض عين ويركز بالعين الثاني صح نعم صح فهذا غطى العور اللي عند الملك وكذلك يجلس على ايش على ركبته ويثني ريله وهنا ما ابرز العرج اللي عند الملك فلما انتهى من رسم الصوره هو كان صادق مع نفسه ومع الملك وفرح الملك بهذه الصوره فرحا عظيما وكافأه وصار من المقربين للملك هذه القصة في فوائد عديدة نستفيدها منها وعبرة وقيمة جميلة جدا أول شيء نستفيد أن الإنسان يهتم دائما بالجانب الجميل والمضيء في أي شيء يشوفه يدور الجانب الزين فيه وما يعيب على الناس وقاعد يعيب على الحيوانات وعلى الناس وعلى اشكالهم وعلى المسكين الى اخره او على ثيابه. ولذلك هنا عيسى عليه السلام يعلمنا درسا جميلا جدا. مر عيسى عليه السلام مع اصحابه على كلب اسود وقد تعفن وانتفخ وفاحت رائحته. فاخذ بعضهم يقول ما انتن رائحته، الثاني يقول ما ابشع لونه، الثالث يقول الرابع يقول فهنا نظر اليهم عيسى عليه السلام واراد ان يعلمهم درسا ويعلمنا النظره الايجابيه وان نرى في الانسان دائما الجانب المضيء وجانب الخير فقال لما نظر شاف اجمل في الكلب الميت اسنانه بيضاء لامعه فقال هل لا قلتم ما اجمل وابيض اسنانه شوف عيسى هني عليه السلام شو علمنا من يقول لنا ليش قال عيسى عليه السلام هذا وليش عبر بهذا من يقول لنا يا جماعه تفضل آه. به عيسى يشوف الشيء ما يشوف الشيء السلبي يشوف الشيء الايجابي. جميل فدائما يعلمنا ان ننظر من الزاويه ايش؟ الجميل الجميل. المضيئه نعم. ما ندور عيوب الناس وننقد عليها وهذا جميل جدا. الشيء الثاني ان احيانا تكون الاصابه او الابتلاء من رب العالمين تكون منحه للانسان يؤجر عليها في الدنيا وفي الاخره وقد يرزق الجنه بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يعني إذا صبر على العمى وهو ابتلاء من رب العالمين وشكر الله يدخله إيش الجنة في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم أهل العافية ما أعد الله لأهل البلاء لتمنوا أن تقرض جلودهم بالمقاريض الفائدة الثالثة نراها في حسن الظن بالناس وأن نرى ونركز على جانب الخير فيهم والجانب المضيء وهذا ما فعله طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف حين قالت له زوجه ما الأم إخوانك قال وكيف ذلك قالت أراهم إذا اغتنيت أتوك وزاروك واذا افتقرت تجنبوك وتركوك يعني اذا عندك خير يجونك دائما اذا ما عندك شيء ولا نشوف رقعه وجيهم مثلا او ما عاد نشوفهم فماذا قال؟ شوفوا لانه ينظر من النظره ايش؟ الجميله وعنده حسن ظن بالناس فقال هذا والله من كرم اخلاقهم لا ياتوننا الا حين ما نكون قادرين على اكرامهم وحينما نعجز عن ذلك فإنهم لا يأتوننا. شوفوا شلون أولها نفس الرسام اللي صور الملك بصوره حسنه. هذا علق عليه الإمام الماوردي فقال من كريم أخلاقه أن أنه صور قبح أعمالهم بصنيع جميل بحسن أخلاقهم وصور غدرهم بأن ايش؟ اكرام له وعشان ما يحرجونا ما جو ويبتعدون عنه يعني صور غدرهم وفعلهم القبيح بايش بان شي زين وانهم يراعون ايش انه ما عنده فلوس ولا يقدر يساعدهم فابتعدوا عنه لما نقول هذا الكلام هذا يدل على ايش يا جماعه ايش رايكم الكرم اللي آه فهد اللي باين هذا الموقف انه طالحة نظر للجانب الايجابي ما نظر للجانب المظلم بالعكس حول من وجهه نظر زوجته نظرت لهم نظره سلبيه الى نظره ايجابيه. جزاك الله خير، اذا لازم دائما ننظر للجانب الايجابي والجانب المضيء ونترك الجانب ايش؟ السلبي ونترك سوء الظن ونحسن الظن بالناس وما نح ما نحتقر احد ولا نسخر من طوله او عرضه او قصره. يعني يا شيخ اذا الواحد شافها ونظر لها من الجانب الإيجابي حصل الأجر وإذا شافها ونظر لها من الجانب السلبي حصل الإثم والوزر وهذا اللي نحرص عليه إن دائما نظن بالناس الخير نصور الناس بصورة جميلة حتى وندور لهم الأعذار دائما إذا أساءوا إلينا هذا اللي لازم نفهمه ومثلا المشهد لما عابوا على الشاعر من الشعراء النقصير فش قال لهم قال إني قصير ولكن عند ملاقاة الرجال أطول هذا لأنه كان شديد القصر مثل بداية سالفتنا والثاني لأن كان صغير الحجم وبدأوا يضحكون عليه قال لا تحقرن صغيرا في معاملة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد إذن ما نحتقر الناس لفقرهم أو لضعفهم أو لشيء نراه عيبا فيهم قد ابتلاهم الله به قد نبتلى بشيء أشد وأسوأ منه اهلنا يقولون من عابش من عاب ابتلى سنت اذا نحرص على النظره الايجابيه ونصور الناس بصوره حسنه ودائما لا ننظر من الجانب المظلم ويكون عندنا دائما النظره الجميله وحسن الظن بالناس والى لقاء اخر نترككم في حفظ الله ورعايته <applause>